هذا وعبر عدد من البحارة عن شكرهم وتقديرهم إلى جلالة الملك المفدى يده الله بتوجيه الجهات المعنية بتعويض أضرارهم، وثمنوا عاليا اهتمام ورعاية معالي وزير الداخلية بتوجيه قيادة خفر السواحل بتلقي إفاداتهم وطلبات التعويض. قدم شكر حق حكومة البحرين على رأسهم جلالة الملك ولي العهد، نتمنى إن شاء الله ترجع الأوضاع كما كانت يعني. ونشكر جلالة الملك على مجهوده الخاص إلينا احنا وإلى الشعب البحريني الأصيل والعامة إلى البحار وقوفه ويانا احنا. أنا أشكر جلالة الملك على تعويض البحارة، ما قصر يعني، احنا في هالحاجة هذه يعني الضرر اللي حصلناه يعني، وهو بيعوضنا يعني، احنا نستاهل يعني، وهو ما بيقصر. أشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، أشكرهم شكر خاص يعني إنهم على هاللفتة الممتازة بالنسبة إلى المواطنين. لازم نشكر ملكنا، نشكركم، نشكر القائمين على هذه اللي الحين تون بتسوونه، إن شاء الله يصير لنا شيء.